كان اليوم اجتماع ديال الدورة العشرين ديال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، واللي كان مناسبة لتقييم الأداء ديال الوكالة الحضرية في الثلاث سنوات الماضية، وكذلك تقديم البرنامج ديال العمل ديالها بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة. كان كتعرفوا الأهمية ديال المدينة كمراكش، الأهمية ديالها أولا الدولية كواجهة ديال المغرب وكماركة مصنفة، فهذه مدينة اللي هي معروفة بالأهمية ديالها على المستوى الوطني، وبالتالي كانت هناك مستوى ديال النقاش اللي كان مستوى جاد ودقيق، واللي دقنا فيه على الوجوب ديال إخراج الوثائق ديال التعمير ديال المدينة في أسرع وقت كما حددته السيدة الوزيرة في أفق شهر يوليوز، كذلك مصاحبة ديال النخب الجديدة اللي هي كتدبر اليوم المجالس المنتخبة في النفوذ الترابي ديال الوكالة الحضرية ديال مراكش، والمصاحبة ديالها والمساعدة ديالها في المهام ديالها خصوصا فيما يتعلق بإعداد التراب والتعمير. كانت هناك أيضا نقاش هام جدا على المستوى ديال العالم القروي وكيفية فتحه إلى الاستثمار وكيفية المساعدة ديال الساكنة ديالو لنيل الرخص ديال السكن وديال التقسيم وديال التجزيء، وبالتالي المساعدة ديالهم في كل الأوجه اللي كيمكن أنها تقوم بها الوكالة الحضرية في هذا الباب. كذلك كان هناك نقاش على الرقمنة وعلى المجهود اللي تبدل داخل الوكالات الحضرية خصوصا في المرحلة ديال كورونا، وكيفاش يمكن التعزيز ديالو والدفع ديال الأمام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لا على مستوى الملفات ديال الرخص ولا على مستوى المعلومات.